إذن كنا نتابع معكم مشاهدينا الأعزاء أبرز مطالب المتظاهرين في الحراك الشعبي اللبناني. لمزيد أيضا من التعليق حول ما يحدث هناك في لبنان سياسيا وميدانيا انضم إلينا الأستاذ عباس صالح الكاتب الصحفي اللبناني. سيد عباس صباح الخير وأهلا بك في هذه الجولة الإخبارية. و 65 صوتا في البرلمان اللبناني ينبغي أن يصوتوا لصالح هذه الحكومة من أجل منح الثقة. هل يمكن أن نتوقع أن هذه الحكومة سوف يعني تصل أو سوف تحصل على هذه الأصوات الخمسة وستين، أم أن هناك توقعات ربما بمعارضة منح الثقة أو عدم إعطاء الثقة لهذه الحكومة على خلفية ما يحدث في الشارع؟ نعم صديقي، ما يحصل في هذا الإطار هو أن الترتيبة التي يعني القراءة الأخيرة للأصوات التي ستحصل عليها حكومة الدكتور حسن دياب تشير الى انه سيحصل يعني بشكل شبه حاسم على 65 صوتا، اي نصف اعضاء مجلس النيابه زائد واحد، لان اعضاء مجلس النيابه هم 128 نائبا. نعم يعني نصفهم 64 نائبا، وبالتالي 65 هي الاكثريه بفارق صوت او اكثر من النصف بفارق صوت واحد. هذا يعني هذه هي التظهيرة الأخيرة للصورة بالداخل المجلس النيابي، ولا أعتقد أنه سيتخللها أي مفاجأة. ال 65 صوتا حصل عليه تقريبا يعني الحكومة الحالية حصلت على هذه الأصوات التي يفترض أنها ستعطي الثقة، لأنها هي أصوات النواب الذين يعني يعتبرون ممثلين بشكل يعني كامل في هذه الحكومة. لكن أليست مغامرة أن يدخل البيان الحكومي إلى مجلس النواب لمناقشته وفي جوابته فقط أو في جوابة الحكومة 65 صوت بالضبط؟ يعني إذا تخلف أحد النواب أو إذا غير رأيه أحد النواب فبالتالي هذه الحكومة لن تحصل على هذه الثقة. حتى ولو حصل ذلك ليست نهاية المطاف، هناك يمكن أن يعني ضرب موعد آخر أو ما سوى ذلك، ولكن لا أعتقد أن السلطة يعني رتبت أمورها جيدا بما ينبغي سواء على المستوى الأمني لتأمين وصول النواب ولا سيما هؤلاء ال 65 نائبا، إضافة إلى طبعا تأمين المشهد المعارض، مشهد حقوق يعني مشهد وصول النواب المعارضين لهذه السلطة، أيضا تم تأمين لكي يكتمل المشهد الديمقراطي، تم تأمين طبعا وصول النواب المعارضين الذين لم يعطوا الثقة لهذه الحكومة. وبالتالي لا أعتقد أن هناك مشكلة إجرائية بمعنى إجرائي، المشكلة هي أن هذه الحكومة، السؤال الأكبر اليوم أن هذه الحكومة هل تستطيع بالنهوض بما ينبغي أو بمهاماتها الملقاة على عاتقها؟ نعم، ذلك يدعونا إلى السؤال التالي، وهو هذه الحكومة إذا ما حصلت على الأغلبية أو يعني أصوات مجلس النواب نصف زائد واحد وحازت على هذه الثقة، فبالتالي لديها الكثير من الضغوط بحكم أنها حصلت على هذه الثقة، وهذه الأحداث التي نشاهدها في على الشاشات موجودة أمام مجلس النواب، أي الضغوط التي ربما يحملها الحراك الشعبي على هذه الحكومة في هذه الاشتباكات المستمرة؟ يا عزيزي، هناك الكثير من التحديات الكبرى والمهمات الجسام الملقاة على عاتق هذه الحكومة بالتحديد، أهمها وأبرزها المشكل الاقتصادي، يعني هو الفخ الأكبر اليوم الذي سينفجر في وجه، هو اللغم الأكبر صح التعبير الذي سينفجر في وجه هذه الحكومة بمجرد ما تحصل على الثقة وعلى ثقة النواب وتنصرف إلى العمل. سينفجر أمامها لغم الانهيار الاقتصادي الذي بات محققا في لبنان. هناك انهيار اقتصادي، هناك أزمة يعني تعقيدات لا حصر لها. أما هذه الأشكال التي تراها اليوم من المعارضة الفولكلورية أيضا، هذه المعارضة للأسف وهذه الثورة بين مزدوجين للأسف وقعت في شر أعمالها منذ أن اختار المنظمون لها أو القيمون عليها، منذ أن اختاروا
قطع الطرقات امام المواطنين واستنزال المواطنين وضربهم والتعدي عليهم بشكل مباشر. هذه الثوره سقطت ولم تعد في حساب اللبنانيين ابدا. التحديات الكبرى، هناك تحديات امام الحكومه ماثله وعظيمه وجسيمه جدا، وهي يعني تتمثل اولا واخيرا في الاقتصاد. بمجرد ما ان نجحت الحكومه، اذا نجحت هذه الحكومه في تجاوز المطب واللغب الاقتصادي، فانها يعني ستعالج كافه الملفات تباعا، كافه الملفات الملقاة على عاتقها. نعم جسيمه وكبيره جدا، ولكنها قادره على تخطيها بسهوله اذا ما تخطت الازمه الاقتصاديه، وهذا الازمه الاقتصاديه التحدي الاكبر، وهذا ما يعني ينتظره المراقبون والعرب. نعم، لكن حتى يتم تجاوز ومعالجة الأزمة الاقتصادية، هذه الأزمة وعلاجها مرهون بالدعم الدولي الموجه لهذه الحكومة. هل يمكن أن نقرأ كيفية هذا الدعم الدولي، أو على الأقل كيف ينظر العالم، كيف تنظر القوى الكبرى في العالم وحتى في الدول العربية والإقليمية إلى هذه الحكومة، خصوصا أنها محسوبة على حزب الله، أو على الأقل هي مدعومة من قبل حزب الله؟ نعم، حزب الله صديقي، أولا هناك مؤشرات كثيرة تدل على أن المجتمع الدولي عموما والمجتمع العربي خصوصا والمجتمع الخليجي على وجه التحديد لا مشكلة لديه مع حكومة الدكتور حسان دياب، حيث أنها حافظت على الشعبية. حزب الله هو واحد من القوى الداعمة لهذه الحكومة. أساسا حزب الله كان داعما للاستقرار عموما ولم يكن بوارد، وحاول مليا ان يثني رئيس الحكومه السابق عن الاستقاله، رغم ما بينهم من خلافات و تباينات سياسيه، حاول جاهدا ان يثني رئيس الحكومه السابق عن الاستقاله لكي لا يقع في فراغ ولكي لا نصل الى ما وصلنا اليه. حزب الله هو واحد من القوى السياسيه الاساسيه الداعمه لهذه الحكومه، هناك طيف عريض من القوى السياسية يدعم هذه الحكومة، حتى المعارضين لا يعارضون وجود هذه الحكومة من أساسه، حتى سعد الحريري رئيس سعد الحريري في مرحلة من المراحل لم يكن يعني معارضا بشكل مبرمج أو بشكل يعني ممنهج، إنما عارض بعض التفاصيل في ترقيبة هذه الحكومة. المهم أن المجتمع الدولي والمجتمع العربي على وجه التحديد لم يصدر حتى الآن أي إشارة على أنه معارض لهذه الحكومة. الكل كما الساحة اللبنانية وكما الشارع اللبناني ينتظر أفعال هذه الحكومة ليحكم عليها. نعم. نعم، هناك يعني هذه الحكومة تستأثر ببعض التأييد من بعض القوى السياسية، وطبعا لا تحظى بتأييد القوى السياسية الأخرى. نعم ذلك صحيحا، ولكن هذا ليس جديدا على الساحه اللبنانيه، هناك العشرات من الحكومات ألفت بهذا الشكل وألفت بشكل اقل ربما اقل تأييدا من بعض من مروحه القوى السياسيه التي تدعم الحكومات عاده. نعم. صحيح انها ليست حكومه تجمع كل الاطياف، ليست حكومه وحده وطنيه. يعني انت تقول ان الرهان ربما على اداء الحكومه وليس على طريقة تشكيلها أو حتى القوى الداعمة لهذه الحكومة. على كل السيد عباس صالح الكاتب الصحفي اللبناني، شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة وعلى كل هذه التفاصيل، حدثتنا من العاصمة اللبنانية بيروت.